نرجع بقرار مهم جدا بيهم كل أولياء الأمور، وهو إنه جهاز حماية المستهلك أصدر النهارده إلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها من مؤسسات النقل أو الرحلات بكافة الصور اللي هم بيقدموا خدمة النقل للطلاب برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019 و2020، وخصم تلك المبالغ من المصروفات اللي هي اللي هندفعها في العام الدراسي اللي جاي. مزيد من تفاصيل أكتر عن هذا الخبر معايا على التليفون الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء الخير يا دكتورة، ازي حضرتك والسادة المشاهدين؟ أهلا بيك. يعني الحقيقة دي المرة الأولى في تاريخ مصر أنه يتصدى الجهاز لهذا الموضوع وهو خاص بالتربية والتعليم. يعني إحنا كنا متخيلين أنه هذه القرارات هتطلع من وزارة التربية والتعليم، لكن النهاردة أصدرها جهاز حماية المستهلك. بداية أعرف من حضرتك، يعني ده من اختصاص جهاز حماية المستهلك، يعني كان الأولياء الأمور يروحوا لجهاز حماية المستهلك علشان يشتكوا. خلينا نوضح لحضرتك السادة المشاهدين الموضوع عشان ما يحصلش فيه لبس. اتفضل. الموضوع ببساطة جدا، أي حاجة بتخص المستهلك فجهاز حماية المستهلك هو داخل فيها. تمام. وفقا لقانون 181 لسنة 2018 أي سلعة أو خدمة الجهاز متدخل فيها بيتدخل في العقار بمادة 15 فقط، وسبق إن إحنا دايما بنشرحها للناس. الموضوع هنا أنا ما بتدخلش في العملية التعليمية خالص، أنا بتدخل في الخدمة، خدمة النقل الخاصة بالطلاب من منازلهم للمدارس. نعم. خدمة بتقدمها المدرسة، بتقدمها بشكل أو بآخر، بتقدمها الجامعات، بتقدمها المعاهد، في بعض الجهات حتى اللي خارج الإطار أو المؤسسات التعليمية بتقدمها أيضا. عشان كده جهاز حماية المستهلك تدخل، ودي خدمة منتقصة طبقا لقانون حماية المستهلك، إنها بتعاد تقديمها أو جبر النقص فيها، وده اللي احنا عملناه. طلبنا بعد حسابها وبعد التأكد منها وبعد ما رجعنا حتى قرار رئيس السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بإيقاف العملية التعليمية من تاريخ 15/3 لغاية انتهاء العام الدراسي، لقيناها 25% بالتمام والكمال. قلنا ده حق المستهلك اللي ما خدوش ولا خد مقابله خدمة، وبرضه تخفيفا على المدارس وأصحابها قلنا بدل ما يدفعوا المبالغ دي كلها نقدي في بداية العام الدراسي وهم ممكن يكون محتاجين عمليات نقدية لعمليات التشغيل، قلنا إن ده هيتخصم من مصروفات العام، أي قسط من مصروفات العام الجديد اللي هو 2021 فيما عدا. تمام. معلش يا دكتور أحمد، إحنا نتوقف عند هذه النقطة. يعني اللي دفع مصاريف الباص، لأنه في مدارس أخذت مصاريف الباص خلاص من أي للعام الجديد، المدارس ما حددناش مصاريف الباص، بس إحنا بنقول اللي هيترد 25% من اجمالي المصروفات. ثانيه يا فندم، بس اوضح، خليني اوضح حاجه. اتفضل. 25% من اجمالي مصروفات الباص ده اللي حق المستهلك. هيتخصم منين؟ يتخصم من اي فلوس للمستهلك في مع العمليه التعليميه او مع المؤسسه التعليميه او مع مقدمي الخدمه التعليميه خلال الفتره اللي من 20 ل 21، خلال العام الدراسي 20/21. تمام. يبقى احنا كده فهمنا الموضوع. انه طب هل في حق انه حد يشتكي لو المدرسه رفضت برد ال 25%؟ خليني اوضح برضه هيك الماده الثانيه. الماده الثانيه بتقول ان الطالب اللي هينهي علاقته بالمدرسه او بينتقل لمرحله اخرى او الكلام ده كله او بيروح لمدرسه ثانيه او مرحله تعليميه مختلفه من حقه ان هو يقدم طلب واول ايه امره ويسترد ده خلال شهر، يسترد المبلغ قيمه ال 25% خلال شهر من تقديم الطلب. في حاله طبعا اي ماده من المادتين دول ما تنفذوش، على ولي الامر ان هو يلجا لجهاز حمايه المستهلك بالطرق المعروفه ويقدم شكوته، وكل شكوى منفصله طبقا للاجراءات اللي هنسير فيها بعد اختيار المدرسه. هنبتدي ناخد الاجراءات القانونيه في حاله عدم التزام المدرسه. العقوبات هتكون ايه دكتور احمد اللي هيتم توقيعها على المدارس اللي هترفض تنفيذ هذا القرار؟ العقوبات وفقا لقانون حمايه المستهلك 181 سنه 2018 بتتراوح من 20,000 جنيه الى 1,000,000 جنيه بقرار المحكمه الاقتصاديه،
بكل حالة منفردة. تمام، بشكر حضرتك دكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك.